ايه لبس العرة ده؟ اللبس العرة ده يا حبيبي كان لبسك في يوم من الأيام، ولا انت نسيت؟ ليك حق طبعا تنسى، ما انت خدت على البراندات. طب وايه اللي مخليكي شايلاه لحد دلوقتي؟ ليه ما شحتيهوش ولا رميتيه ولا قطعتيه في 60 دهيه؟ الله يرحمها أمي هي السبب، قالت لي يا هالة نصيحة وتحطيها حلقة في ودانك، واوعي تنسيها، ما ترميش للواطي حاجته، شيليها عندك عشان هتحتاجيها في يوم من الأيام وتطلعيها له وتفكريه بأصله. ممكن أفهم إيه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ لازمته إنك نسيت، نسيت إن أنا اللي عملتك. انت كنت ولا حاجة، صفر على الشمال. انا اللي خدتك ونظفتك وعملتك بني ادم. مش ده القميص الفسكوس وده البنطلون الجينز الجربان اللي ما كانش حيلتك غيرهم؟ مش دول اللي كانوا عليك اول مرة جيت لي المحل وقلت لي ولاد الحلال دلوني عليكي عايز اكل عيش؟ سألتك بتعرف تعمل ايه؟ قلت لي دايس في كل حاجة، أكنس، أمسح، أعمل شاي، أنظف عدة، أغسل شعر، وقلت لي إنك كنت صبي حلاق ويدوب معاك الإعدادية، صعبت عليا واتحايلت على صاحب المحل عشان يشغلك. بس انت حبيتيني، اوعي تنكري، وعلى الاساس ده حطيتي ايدك في ايدي ولعبنا كل الالعاب لحد ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. ايوه لعبنا كل الالعاب، هو ده مربط الفرس. كنت بشوف النسوان وهي جايه المحل لابسه ايه وراكبه ايه، واحنا يا دوب يومتنا بتكفينا بالعافيه. ولما لقيت مش فارق لك حرام من حلال قلت يا بنت وفيها ايه؟ يعني انت اللي ما بتقوميش من على السجاده؟ ما الناس كلها ماشيه غلط، خليه يلعب ويجيب فلوس. حلوه قوي فقره الذكريات دي، بس يا ترى هتوصلنا لحد فين؟ هتوصلنا انك اتجوزت من ورايا. أنا أتجوز عليكي؟ إيه الهبل ده؟ أنا؟ هو ينفع أصلاً إن أنا أبص لواحدة تانية؟ أهو نافع. إيه الكلام الهبل ده؟ هو أنا أصلاً ناقصني حاجة علشان أبص لواحدة تانية؟ مين الهبل اللي قال الكلام فارغ ده؟ بنتك صدفة. إيه؟ أوعى تكدب بتقول ما تعرفهاش. يا شيخة وقعت يا قلبي، يا البنت المعتوهة دي وصلت لك؟ أنا اللي وصلت لها، بتشتغل مدرسة في مدرسة فرح. أيوة ما أنا عارف يا حبيبتي، دي واحدة ما تفهميش كانت مجنونة ولا نصابة ولا حد زيقها عليا عشان تيجي تبخ الكلمتين دول والسلام. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.